السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. هتكلم النهاردة عن موضوع الناس كلها مشغولة بيه، الكل مرعوب، فيروس الكورونا. فيروس الكورونا هو ظهر في الصين، هو طبعا مش جديد، هو كان ظهر قبل كده ولكن هو ظهر بشكل جديد في الصين. في عشرات الوفيات منه وفي مئات الحالات مصابة، كل الناس خايفة منه لأنه برضو في أنباء إن هو ظهر برضو برا الصين. احنا هنقول ايه الاعراض بتاعته وهو بيعمل ايه، وهنقول ازاي نحمي نفسنا منه. اول حاجة هو الاعراض بتاعته، هو بيبقى شبه البرد، يعني بيبقى فيه حمى، التهاب في الجهاز التنفسي، يحصل دي في التنفس، التهاب في الحلق، الم في العظم، الم في الصدر، بيوصل لالتهاب رئوي، وفي النهاية ممكن يؤدي الى الوفاة. فترة الحضانة بتاعته بتبقى من اسبوع لاسبوعين من بداية العدوى حتى ظهور الاعراض. طب هي ايه طرق العدوى؟ هو بيتنقل عن طريق الرذاذ اثناء العطس او الكحه، الافرازات المخاطيه، ملامسه اي اسطح ملوثه بالفيروس، الوقايه منه. اول حاجه غسيل الايدين هو اهم حاجه في الوقايه من اي ميكروب، وطبعا غسيل الايدين لازم يكون بالميه والصابون، ولازم يكون لمده 20 ثانيه عشان اطمن ان ايديا نظيفه. الحاجه الثانيه طبعا ان احنا ما نتواجدش في الاماكن المزدحمه، لازم يكون الأماكن اللي احنا بنقعد فيها أماكن جيدة التهوية. ممكن نستعمل برضو الكمامة طبعا، يعني بلاش بقى العادات بتاعتنا اللي هي الأحضان والقبلات والكلام ده. هو مهم جدا ان احنا لما نتعامل مع الحيوانات نكون عاملين احتياطاتنا، يعني بنبقى لابسين قفازات أو جوانتيات وبرضو الكمامة، ويفضل ان احنا ما نتعاملش مع الحيوانات. طيب احنا علشان نحمي نفسنا لازم نقوي الجهاز المناعي بتاعنا. طيب احنا هنقوي الجهاز المناعي بتاعنا ازاي؟ اول حاجة احنا لازم ننام كويس من 6 ل 8 ساعات بالليل، ولازم ناخد راحتنا كويس عشان لما الجسم بياخد راحته المناعة بتبقى كويسة. برضو لازم نبعد عن التوتر، لان التوتر بيطلع هرمون الكورتيزول وده بيعمل مشاكل كتير وبيضعف المناعة. برضو الرياضة، الرياضة مهمة قوي ان هي بتقوي مناعة الجسم وبتحسن المزاج وبتخلي الإنسان يبعد عن التوتر، فالرياضة برضو مهمة جدا. بالنسبة بقى للأكل والتغذية، احنا أول نصيحة بننصحها ان احنا نبعد عن السكر، وبالذات الأطفال الصغيرين. كل ما قللنا السكر في الأكل كل الجهاز المناعي كان أحسن. الأطفال الصغيرين لما بياخدوا كمية سكريات كبيرة بيقعدوا كذا ساعة المناعة بتاعتهم بتنزل للنص، فنخلي بالنا قوي من الموضوع ده. ايه الأطعمة اللي ممكن تساعدنا على رفع المناعة؟ الأطعمة اللي فيها زنك، لأن الزنك ده مضاد أكسدة والزنك مهم جدا للجهاز المناعي. الزنك طبعا موجود في المحار، في الأسماك الدهنية، في البيض، في اللحوم. تاني حاجة فيتامين سي. فيتامين سي ده يعني مضاد أكسدة قوي، وهو مهم جدا جدا لرفع المناعة. احنا ممكن ناخد مثلا عسل بالليمون، معلقة عسل نحل بالليمون كده على الريق كده، بتبقى حلوة جدا وبتقوي المناعة، ولو ممكن حطينا عليها برضو شوية حبة البركة بتبقى جميلة جدا. واليوسفندي. فيتامين سي مش موجود في الليمون بس، فيتامين سي موجود في الجوافة، في الفلفل الأخضر والفلفل الألوان والبرتقان والفواكه الطازجة فيها فيتامين سي، بس هو طبعا بيبقى نسبته أعلى في البرتقان وفي الجوافة. كمان فيتامين إيه مهم جدا برضو للمناعة، وده طبعا موجود في الجزر، في البقدونس، في الخضروات، في الفواكه. فيتامين دي من الحاجات المهمة جدا للجهاز المناعي. فيتامين دي موجود طبعا، اهم مصدر ليه الشمس، نحاول نتعرض للشمس بقدر الامكان. طبعا موجود في صفار البيض وفي السلمون والسردين والماكريل والحاجات دي، واللبن موجود فيهم فيتامين دي. فيتامين ه اللي هو فيتامين اي، ده مضاد اكسدة قوي، ده بيبقى موجود في المكسرات وفي البذور. كمان عندنا التوت والفراولة، بيعتبروا مضادات أكسدة قوية جدا برضو لرفع الجهاز المناعي. الشوكولاتة الغامقة اللي هي الدارك شوكليت دي برضو جميلة، هي مضاد أكسدة قوي. الكركم، الكركم مضاد أكسدة ومضاد التهابات، فبرضو بيساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي. الأوميجا 3 طبعا موجودة في الأسماك الدهنية، احنا قلنا الأسماك الدهنية فيها الأوميجا 3، وقلنا ان فيها فيتامين دي كمان، وده بيساعد على رفع جهاز المناعة. برضو البروكلي من الحاجات اللي فيها فيتامين سي وفيها مضادات أكسدة قوية. السبانخ جميلة جدا فيها مضادات أكسدة. الزنجبيل مضاد التهاب ومضاد أكسدة. التوم ممتاز،
ده مضاد التهابات ومضاد للبكتيريا والفيروسات، والثوم ده يعني ليه فوائد كتيرة جدا. الشاي الأخضر برضو من الحاجات اللي هي مضاد أكسدة. المكسرات طبعا بتبقى فيها الأوميجا 3 وفيها مضادات أكسدة وفيها المنجنيز والمغنيسيوم، ودول طبعا بيزودوا الحرق كمان. البرتقال والكيوي احنا قلنا فيهم فيتامين سي. الفلفل الأحمر والفلفل الألوان. المشروم برضو بيبقى فيه السيلينيوم، والسيلينيوم ده مهم للمناعة. الرمان. شوربة الفراخ، شوربة الفراخ لو حطينا عليها ليمون كمان بتبقى جميلة جدا للمناعة. الزبادي. جنين القمح، جنين القمح فيه زنك وفيه مضادات أكسدة وفيه فيتامين بي، فبرضو مهم جدا. كل الحاجات دي بترفع الجهاز المناعي. طبعا في بعض المكملات الغذائية يعني أدوية لرفع المناعة، ولكن احنا بنحاول نتكلم في الأكل الطبيعي بتاعنا اللي موجود في البيت ده نحاول نهتم بيه. يبقى احنا قلنا التغذية والنوم الكويس والرياضة والبعد عن التوتر. شرب المية كمان مهم جدا برضو، ما ننساش الموضوع ده، من 2 لـ3 لتر مية في اليوم. يا رب تكونوا استفدتم، وربنا يحفظنا جميعا من كل الأمراض يا رب. وفي النهاية بشكركم، ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك وشير، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.